الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي هو الفيديو الوحيد الموثق والحصري للحظة الاعتداء الكاملة على أسرة حادث مدينتي. طبيب عسكري بيدهس ويدوس أسرة مصرية كاملة. الطبيب ده طبعا منتمي للقوات المسلحة المصرية، ولكن الحقيقة هو لا يليق أن ينتمي بها. المتهم انهار واعترف بجريمته قدام كل الناس، ومش بس كده، ده بعد ما ارتكب الجريمة راح سلم نفسه، ولما الناس استغربوا من كلامه قال لهم اعدموني وخلصوني من الحياة، أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي. تفاصيل صادمة عن واقعة القاهرة الجديدة كشفها مصدر خاص لموقع بصراحة. واقعة غريبة مش ممكن تخطر على بال حد، حصلت أحداثها في القاهرة الجديدة، وراح ضحيتها صيدلانية اسمها بسمة علي، وأولادها دلوقتي بين الحياة والموت. القصة بدأت بلعب عيال وانتهت نهاية مأساوية صدمت كل الناس. المتهم قرر يقتل أسرة كاملة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء، وأصر إن هو يعمل كده، والأب والأم كانوا واقفين يتكلموا معاه عادي، وفجأة أخذ القرار وركب عربيته فجأة وداس الأسرة بالكامل. ومش بس كده، ده فضل يخبط فيهم أكتر من مرة، وكان مصر يخلص على الأسرة كلها، لكن العناية الإلهية أنقذت الزوج والأبناء من الموت بأعجوبة. بسمة كانت عايشة هي وزوجها في الكويت، وكانت حياتهم ماشية عادي جدا، وفي يوم قرروا ينزلوا يقضوا الأجازة في مصر، وراحوا يقعدوا في الفيلا بتاعتهم في القاهرة الجديدة. لكن للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ففي يوم من الأيام ابنهم كان بيلعب قدام الفيلا في الشارع بالسكوتر، وهو بيلعب خبط في عربية في الشارع وتسبب في خدشها، فالطفل رجع البيت وقال لأهله على اللي حصل، والأهل لما عرفوا اللي حصل خدوا الطفل ونزلوا من البيت علشان يتأسفوا لصاحب العربية. ولما صاحب العربية جه وشافهم واقفين قدام البيت قال لهم في ايه؟ انتوا واقفين كده ليه؟ فقالوا له ان الطفل خبط في العربية وانهم جايين علشان يتأسفوا لصاحبها، ومستعدين يصلحوها على حسابهم او يعملوا اي حاجة تانية علشان ترضيه. لكن للأسف الكلام ده ما عجبش الراجل، فاتخانق معاهم وفضل يزعق. ومش بس كده، ده كمان ركب عربيته فجأة ومحدش كان عارف هو بيعمل ايه، وكل اللي واقفين دخلوا في حالة ذهول. وفجأة الراجل مشي بالعربية وخبط الأم والأب والأبناء، وبعد الواقعة دي الأم ماتت في لحظتها، أما الأبناء فهم دلوقتي في المستشفى بين الحياة والموت، والزوج اتصاب بإصابات خفيفة، وهو حاليا مش عارف يعيط على مراته اللي ماتت ولا يعيط على عياله اللي بين الحياة والموت. الزوج لما اتكلم عن الواقعة قال ان هو ومراته مش عايشين في مصر، وان دي اول مرة يشوفوا فيها البيت اللي اشتروه في مصر، وقال انهم ما كانوش يعرفوا الراجل اللي ارتكب الواقعة ولا عمرهم شافوه. والغريب ان المتهم بعد ما عمل الجريمة انهار وراح سلم نفسه، وقال انا معرفش انا عملت كده ازاي، انا استاهل الاعدام، اعدموني وريحوني من الحياة. وحاليا بيتم التحقيق معاه. القصة دي تم تداولها خلال الأيام الأخيرة على نطاق واسع على السوشيال ميديا بأكتر من رواية، ولحد دلوقتي محدش يعرف اللي خلى المتهم يعمل كده، وإيه اللي وصله للحالة دي، وإزاي ممكن حد يقرر يقتل أسرة كاملة علشان خاطر طفل صغير خبط العربية خبطة بسيطة، ومحدش يعرف إزاي لعب عيال ممكن يعمل كده.